الامبلس اللي هي الدلتا اوف تي بيسكلي ديفينيشن بتاعها معقد شويه، ما هوش بسيط. اوكي، هي اول حاجه رمزها كده بنرسمها بالشكل ده كده، هي زيرو افري وير اكسبت ات ذا اوريجن. عند الاوريجن بقى اللي هي القيمه اللي هنا دي is not well defined. دي حاجه مهمه جدا، ما اقدرش اقول لك لو انا سالت وقلت الدلتا اوف زيرو بتساوي كام، ما نقدرش نجاوب. اوكي، بس في حاجه مهمه قوي، ان الاريا اندر ذا كيرف بتاع دلتا اوف تي بتساوي واحد. يعني لو عملت انتجريشن لدلتا اوف تي من ماس انفينيتي لانفينيتي النتيجه هتساوي واحد، بس القيمه دي انا ما اعرفهاش بكام. عشان اتخيلها احسن شويه، ممكن اتخيل الدلتا اوف تي دي عباره عن حاجه شكلها كده تريانجولر كده، اوكي، والاريا اندر ذا كيرف هنا عباره عن واحد، اوكي، والحاجه اللي تحت دي بتساوي مثلا تي، والحاجه اللي هنا دي بتساوي واحد على تي، عشان لو ضربنا تي في واحد على تي تديني واحد، وخدت الليمت لما تي هنا بتروح للصفر. لما تي هنا بتروح للصفر هلاقي ان الامبليتيود بتاعي بيطلع يبقى اولموست انفينيتي. اوكي، بس ما نقدرش نقول ان هو انفينيتي، انفينيتي يبقى برضه نوت ويل ديفايند، ما ينفعش اقول ان انا عند النقطه زيرو دي القيمه بتساوي انفينيتي. اوكي، فالاثنين دول بيحددوا لي الدلتا اوف تي، هم دول بنستعملهم في حاجات كتيره جدا وكاركترستكس مهمه جدا جدا للدلتا اوف تي. الحاجه اللي نقدر نقول في الدلتا اوف تي انها موجوده، نقدر نقول ان احنا متاكدين منها، ان اي حاجه لو ضربت الدلتا اوف تي دي في اي حاجه هيبقى كل الحاجات اللي هنا هتساوي صفر وكل الحاجات اللي هنا هتساوي صفر. دي الحاجه اللي انا متاكد منها 100%. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي هي يونت ستيب سيجنال، اللي هي بنسميها يو اوف تي، اللي هي شكلها عامل كده، بتبقى عباره عن سيجنال زيرو في النيجاتيف تي وواحد في البوزيتيف تي. هنلاقي يعني بنظره بسيطه كده ان هي نفسها عباره عن انتجريشن من ماينس انفينيتي لتي. لو انا عملت الانتجريشن ده، لو انا بعمل انتجريشن ماينس انفينيتي تي، لو فرضا تي هنا نيجاتيف، طالما ان انا عملت انتجريشن ما خدتش البلس دي، ما خدتش الامبلس الموجوده هنا دي في الانتجريشن، يبقى معنى كده انا بجمع اصفار، يبقى معنى كده تفضل صفر 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 لغايه هنا. اول لما تي تبقى هنا بتساوي زيرو، زيرو ما اقدرش اقول هي بتساوي كام بالظبط. اي حاجه بعد الزيرو، اي حاجه فيها بوزيتيف تي هيبقى فيها الامبلس دي موجوده، فتبقى لازم تكون بتساوي واحد. واي حاجه هنا بقى، يعني لو عملت انتجريشن لغايه هنا، هو اكنها بالظبط عملت انتجريشن لغايه هنا، مفيش اي اختلاف خالص. ففعلا نقدر نقول ان يو اوف تي هي عباره عن الانتجريشن بتاع الدلتا اوف تي، والدلتا اوف تي ممكن نقول عليها بالعكس بقى انها الديفرنشيشن بتاع اليو اوف تي. نكمل على كده بقى كمان، لو احنا في جو فيرذر، يعني خدنا سيجنال عباره عن انتجريشن بقى بتاع اليو اوف تي، هلاقي ان هي عباره عن ار اوف تي بتساوي تي يو اوف تي. فلو احنا بصينا عليها بنفس الطريقه كده برضو، هنلاقي دي ار اوف تي باي دي تي هي تساوي اليو اوف تي. لو احنا عملنا هنا في البوزيتيف سايد، هنا عملنا ديفرنشيشن، التي ديفرنشيشن بتاعها بيساوي واحد، الديريفيتيف بتاعها بيساوي واحد. في البوزيتيف تي هتساوي واحد، في النيجاتيف تي هي كلها اصفار، فكده كده تفضل اصفار، الديفرنشيشن بتاعها صفر، هو صفر. نفس الكلام هنا بالظبط برضو، لو خدت بقى السكند ديريفيتيف يبقى هو اكني باخد الفيرست ديريفيتيف بتاع يو اوف تي، يبقى يطلع لي عباره عن دلتا اوف تي. طبعا شكل الرامب فانكشن عباره عن حاجه كده ماشيه صفر في النيجاتيف تي، وبتطلع بعد كده تبقى ايه، طالعه رامب في البوزيتيف تي.